لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور. يعني مؤسسة جولدمان ساكس وهي أحد أكبر المؤسسات المالية تشيد بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري. ضعنا في أهم هذه القرارات والعائد من ورائها مما دفع هذه المؤسسة المالية الكبرى للإشادة بهذه القرارات الخاصة بالبنك المركزي المصري. أهلا بحضرتك، احنا بنتحدث عن قرارات مهمة جدا صدرت اليوم، من شأنها ان يكون هناك وضع حقيقي للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث يكون جاذب للاستثمارات الأجنبية. النهارده احنا يعني ان تخفيض قيمة الجنيه جاءت نتيجة سلسلة من عملية التضخم العالمي الموجود على مستوى العالم. هناك أزمة ما بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الاقتصاديات العالمية. مستوى الاقتصاد العالمي النمو الاقتصادي الخاص به منخفض للغاية. زيادة الأسعار سواء كانت أسعار الطاقة، أسعار الغاز الطبيعي، أسعار القمح والحبوب والغلال، كل هذه الزيادات التي موجودة على مستوى العالم بالتبعية كان لها تأثير سلبي على اقتصاد المصري. ولكن كان لابد من البنك المركزي ان يتخذ اجراء هام جدا اللي هو تخفيض قيمه الجنيه، ودي من سياسه اقتصاديه لسياسه التعويم اللي البنك المركزي ابتداها في 3 نوفمبر 2016. والخطوه دي كان الهدف منها ان يحافظ على حجم الاستثمارات الغير مباشره اللي بتاتي للدوله المصريه اللي كانت بتبلغ قيمتها 28 مليار دولار في عام 2021، وباذن الله نحافظ على هذا الرقم او اكثر منه خلال عام 22، لا سيما انه النهارده مع زياده ارتفاع سعر الفايده في البنك الفيدرالي الامريكي الى 0.5%، ومن المتوقع ان يصل الى 2%، وبالتبعيه الجنيه المصري مرتبط بالدولار، فكان لابد من زياده اسعار الفائده في البنوك المصريه، والنهارده غابت بنسبه 1%، وده كنتيجه ان انا احافظ على حجم السيوله الموجوده في السوق المصري، وبالتالي ان انا يكون هناك حفاظ او تقليل لمعدل التضخم المصري. لكن الاهم من ذلك ان الحكومه المصريه مع هذه القرارات كان هناك مجموعه من السياسات الماليه التي اتخذتها من تدابير عشان تحافظ او تقلل من حده التضخم وزياده الاسعار اللي متوقعة داخل السوق المصري. نعم، هذه الحزمة الجديدة من القرارات الحكومية والتي أعلن عنها دكتور مصطفى مدبولي اليوم والتي سمعناها منذ قليل في نشرتنا، إلى أي مدى ستساهم من تحجيم الأزمة بشكل أو بآخر؟ يعني الخوف مشروع في هذه المرحلة، نتحدث على مستوى الأفراد، على مستوى الكيانات، على مستوى المؤسسات أو حتى المصانع، يعني كل سوف يعني يتأثر بشكل أو بآخر. إلى أي مدى سيتم تحجيم ومحدودية هذا التأثر بهذه القرارات الجديدة دكتور؟ بلا شك أن هناك تأثير سلبي على الاقتصاد في مصر ككل وعلى الشركات والأفراد، ولكن واجب على الدولة، وده بالفعل الذي تم اتخاذه اليوم، أن يكون هناك مجموعة من التدابير الاحترازية، مجموعة من الإجراءات الهدف منها حماية الاقتصاد المصري، حماية المواطن المصري، تقليل حدة زيادة الأسعار وامتصاص الزيادة الموجودة في الأسعار العالمية التي بالتالي بتنعكس على السوق المصري. مصر من دولة مستوردة، احنا لدينا فاتورة استيراد تتجاوز 70 مليار دولار. النهارده بنتحدث ان فاتوره الاستيراد قد تصل الى 80 مليار دولار، وبالتالي هيكون هناك زيادات، وبالتالي كان الدوله بدات بمجموعه من الاجراءات وكانت مهمه جدا، اللي هي في حدود تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصاديه العالميه وتخفيف اثرها على المواطنين. يمكن كان اللافت للنظر في هذه التدابير اللي اتخذتها الدوله اللي هو ان هو زياده الاسر التي تستفيد ببرنامج تكافل وكرامه، اكثر من 450 الف اسره، يعني بنتحدث على اكثر من 1.2 مليون مواطن هيستفيد من صحيح هذه الحزمه، تمام، وبالتالي هيكون زياده الاعداد التي تتمتع او يعني بيصل اليها برنامج تكافل وكرامه
لأكثر من 15.5 مليون مواطن، وده عدد يعتبر جيد. أيضا النهاردة هيكون في تخفيف على الأعباء المالية للموظفين سواء كان بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص من خلال زيادة الأعباء العائلية الموجودة لدى اللي بيتحصل عليها الموظف، بدل 24,000 جنيه سنويا هتصل إلى 30,000 جنيه سنويا. معنى ذلك أن من مرتبه في حدود 2500 هيكون معلوش أي ضريبة، من 2500 إلى 4000 جنيه هيكون عليه ضريبة فقط 2.5% على الفوق اللي هو 1500 جنيه. وبالتالي إن احنا بنتحدث إنه يقلل العبء الضريبي على المواطنين الموظفين. ولما بنتحدث عن الموظفين نحن نتحدث عن شريحة ما بين 38 إلى 40 مليون مواطن مصري بيشتغل، نعم، سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. نعم، أشكرك. نعم دكتور، يعني أنت تتحدث عن توسيع دوائر الحماية الاجتماعية لمواجهة هذه الأزمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.